في أولى اهتمامات السعودية تأتي مساكن المعتمرين في حلة أقرب للضيافة. لجان المتابعة والمراقبة بوزارة الحج والعمرة تقف على أكثر من 4548 عملية إسكان لمجموعات المعتمرين في الفنادق تطبيقا للمعايير. طيف بيأتي متشوق للحرمين الشريفين وأداء المناسك، أقل ما فيها أنه يدخل إلى هذا السكن ويشعر أنه ضيف للمملكة العربية السعودية، يشعر بالحفاوة والترحاب من الجميع. ما نريد حقيقة في وزارة الحج والعمرة هو أن ننتقل من خدمة بين عميل ومقدم خدمة إلى ضيافة. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة تخفض تصنيف 41 فندقا من فئتي 4 و5 نجوم لعدم التزامها بالمعايير والضوابط، فيما أعادت تصنيف 7 منها مرة أخرى ومنحها درجة 5 نجوم بعد استيفاء الملاحظات. مستجدات اللي موجودة حاليا في هذا العام يعني شاهدناهم بيتأكدوا من جاهزية الدور وجاهزية الفنادق، آليا بيسجلوا زيارات، موجودة عندهم استبانات آلية، بيعملوا جولات على الفندق وبيتابعوا جاهزية الفنادق وفق الاشتراطات المعدة لذلك. تتشارك الجهات الخدمية في المدينة المنورة في تلمس احتياجات الزائر والمعتمر وتكثيف الجولات والكشف على مساكن النزلاء بطريقة آلية عبر مسار إلكتروني يضع الجميع في صورة مجريات سير العملية. لأول مرة عمدنا للعمل في هذا الموسم على تطبيق الرقابة الميدانية للحجاج والمعتمرين والزوار أثناء إقامتهم في المدينة المنورة، والربط التطبيق الإلكتروني والرقابة الميدانية في المسار الإلكتروني للحجاج الخارج للتحقق من جميع مساكن الحجاج وإقامتهم وراحتهم. ينمو في المدينة المنورة قطاع الإيواء بشكل متزايد، حيث يقدر عدد الفنادق ب 425 فندقا إلى جانب 229 وحدة سكنية مفروشة تضم أكثر من 10,000 غرفة. من المدينة المنورة خميس الزراني، العربية.